اللائحه على فكره واضحه جدا، والسنه دي اللائحه رابطه الانديه اوضح من السنه اللي فاتت، لان اللائحه مكتوب فيها ايه؟ في بند المشاركات الافريقيه للفرق المصريه بيقول لك في حال تحديد الكاف موعد ارسال اسماء الانديه بعد انتهاء بطوله الدوري يتم ارسال اصحاب المراكز الاولى من مسابقه الدوري طبقا لما يقره الكاف بشان عدد الفرق المصريه المشاركه في بطولات افريقيا. ولكن ب في حال تحديد الكاف موعد ارسال اسماء الانديه قبل انتهاء بطوله الدوري يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول بالكامل. فانت اللائحه عندك ليه تقول نقط وحروف او مش نقط، ليه تقول حروف او ارقام؟ والامر ده اصلا ملغي يعني في الكاف، يعني ما بلاش التصريحات اللي ممكن يكون فيها عدم درايه باللوائح وعدم درايه بالخطوات الجديده اللي بتتم في مسابقات الانديه الافريقيه. حاجه اخيره في الجزئيه دي قبل ما اطلع لفاصل، مهم جدا لما نيجي نشتغل على مسابقات الانديه الافريقيه في الفتره اللي جايه لازم نعرف ان في تحديث بيحصل على مساله تسجيل اسماء الانديه، مساله تسجيل اللاعبين، مساله السيستم الالكتروني اللي الكاف بيعمله تحديث كل سنه. ونقطه مهمه برضه عايز اتكلم في جزئيه ليها علاقه بارسال اسماء الانديه. لما تيجي تبعت ارسال الاسماء لازم تحدد وانت بتبعت النادي ده هيلعب في دوري الابطال نتيجة ترتيبه كذا، ده الأول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع. دي جزئية. الجزئية التانية بقى ودي اللي عايز أختم بيها كلامي، كاس مصر للأسف أصبحت بطولة ليست لها قيمة في مسألة المشاركة الإفريقية، ورغم أن الكاس هي بطولة الاتحاد المصري. يعني أنا وده جزء تسويقي المفروض الاتحاد يفهمه أكتر مني، أنا راجل مش بتاع تسويق، بس أنت على مدار اكتر من 4-5 سنين مسابقه كاس مصر بالنسبه لك اصبحت ليس لها قيمه. اللي بيفوز بالكاس بياخد كاس وخلاص ويحطه في الدرج او يحطه في الدولاب، مش اكتر من كده، ما بيعملش بيه حاجه، لا بيلعب بيه افريقيا ولا بياخد بيه جايزه ماليه ولا البطوله حتى كمسابقه تحفيزيه ان حد يلعب في بطوله افريقيه ليست لها اي وزن. دايما بتعتمد على الاربعه الاوائل في الدوري العام السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. الدوري حاليا اصبح ملك رابطه الانديه، يسوقه يجيب له راعي يسميه باسم منتج تسويقي في الفتره اللي جايه ده يرجع للرابطه، دي شطاره من الرابطه. لكن انتوا كمجلس اداره في اتحاد الكره يا جماعه عندكم مسابقه لازم تعظموا قيمتها، قيمه مسابقه كاس مصر ان البطل يلعب كاس الكونفدراليه. يعني لو كاس مصر يتلعب ويخلص قبل 30/6 او قبل 30/7 هتبعت بطل كاس مصر مع تالت الدوري العام. هو كده الزمالك مش هيبقى في افريقيا السنه الجايه الا لو فاز بالكاس، عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط، والله ما اقصدش انه ما يلعبش، مش دي قصتي، انا بتكلم بس على تعظيم مسابقه كاس مصر. انت لو نظمت مسابقه كاس مصر وخلصتها قبل 30/7 لو الكاف اداك استثناء لغايه 30/7 هيبقى حظك كويس ان المسابقه اللي هتتلعب قبل 30/7 وتخلص هتاهل كونفدراليه، فالانديه هتلعب فيها بنفس، هيبقى عندها قوه المنافسه عشان تلعب في بطوله افريقيه. لكن انت كل سنه خلاص الناس حفظت بطوله الكاس دي بطوله هامشيه ممكن تتلعب في اي وقت، ممكن نختصرها في اسبوعين ثلاثه ومش مشكله. لا، عظم بطوله الكاس، البطوله دي بتجيب لك فلوس، وتعظيمها من فكره المشاركه في افريقيا ممكن تجيب لك فلوس اكتر من الشركه الراعيه. لكن كانت كاتحاد مسؤول عن الكاس سايبها كده مش فارقه معاك، وسايب ان كل المسابقات الافريقيه المشاركه بتيجي من بطوله الدوري بس، انت كده بتعلي قيمه مسابقات الرابطه وبتقلل من قيمه مسابقات الاتحاد نفسها. دي رساله انا بنصح بيها الناس في الاتحاد، والله العب كاس مصر وحاول تخلص كاس مصر قبل 30/7. ده ممكن يجي على مسابقه الدوري، بس الدوري بالنسبه لك محسوم وهيخلص بدري، انجز الكاس وخليه قبل 30/7، ويبقى بالتالي الاهلي وبيراميدز يلعبوا دوري ابطال وتالت الدوري فيوتشر مع بطل كاس مصر يلعبوا الكونفدراليه. هنا انت هتعظم مسابقه الكاس. أنا بنصح، لأن الكاس لو كل سنة ملوش قيمة في المشاركة الإفريقية الشركة الراعية هتحس إن البطولة دي قيمتها نفسها بتقل. فأنا السنة دي لو عرع على الكاس هيبقى في رعاية لكاس مصري مثلا ب 30 مليون، السنة اللي بعدها يبقى 20 مليون، السنة اللي بعدها 10 مليون، ما هي بطولة ما بتأهلش لحاجة. البطولة دي لا تؤهل إلى أي مسابقة إفريقية، فحجم الرعاية بتاعتها هيبقى كبير ليه؟ ما الدوري الأساس هو التورتاية اللي الكل بيروح من خلالها للبطولات الإفريقية. ده حتى كاس الرابطه، كاس الرابطه اللي هي البطوله المستحدثه اللي بقى لها سنتين بقى ليها قيمه تسويقيه اعلى من كاس مصر، رغم ان هي بطوله مش مؤهله حتى
للبطولات الافريقيه، لا دلوقتي عايزين يعملوا كاس الرابطه، او مع كاس الرابطه يعملوا حاجه اسمها كاس النخبه تبقى بطولات تبع الرابطه، لكن كاس مصر البطوله الاعظم اقدم بطوله في مصر تبقى على مدار 4 5 سنين ليس لها قيمه ولا تؤهل البطولات الافريقيه. نصيحه مني والله بجد لاتحاد الكوره والاستاذ جمال علام، اعمل مباريات الكاس بسرعه في الفتره الحاليه وحاول تنهيها قبل 30/7 وتحدد المشاركه، وانا باكد لك الكاف هيوافق على استثناء الاتحاد المصري لغايه 30/7 لان القرعه والمسابقات الافريقيه هتترحل شويه في 8/9، فبالتالي عندك اهلي وبيراميدز دوري ابطال، وتعالى عند الكونفدراليه خد فيوتشر الثالث وبطل كاس مصر، يطلع بقى الزمالك، يطلع الاسماعيلي، يكسب المصري، يكسب الاتحاد، تبقى انت كسبت على الاقل نادي شعب جديد، بدل ما تبقى الاسطمبه واضحه كل سنه الاربعه بتوع الدوري، الاربعه بتوع الدوري، الاربعه بتوع الدوري، هيفضلوا هم الاربعه بتوع كل سنه، اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر، مع تغيير المراكز والمقاعد، كده كده الاهلي دوري ابطال بطل افريقيا وكده كده بطل الدوري، لكن الانديه الثانيه بتتحرك من الثاني للرابع للثالث كل سنه في الفترات اللي فاتت او حتى خلال الفترات اللي جايه. دي كانت نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها بخصوص موعد 30 يونيو واشرح الحاله الجدليه اللي موجوده في السوشيال ميديا بعد كتابه الخبر صباح اليوم والتناول الاعلامي من رابطه الانديه على فكره الاستثناء اللي ممكن ياخدوه من الاتحاد الافريقي. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف اخر اخبار الترند.